الدراسة هي كل شيء، ويعني حتى لو إيش ما كان الوضع وحدة لازم تكمل دراستها. صح الوضع مو مناسب وصعب، بس يعني واحد قدر الإمكان. إيه، وما عندنا مدارس، كنا نروح على معاهد خاصة ندرس. إيه نروح يوم إيه يوم لا، يعني حسب الوضع. كمان الطريق كان كتير طويل وصعب، يعني إنه أخذ معنا ساعات كتيرة. طلعنا 4 الصبح وصلنا 2 الظهر. أنا طالب من طلاب الرقة. طبعاً أنا كنت أدرس بتل أبيض، لأن مدينة الرقة كانت يعني شبه دمار بسبب الحرب، وما فيها لا دوار ولا بنية تحتية. وطبعاً نحن واجهنا الشيء هذا ونوينا أنه خلاص نحن بدنا نقدم امتحان، وجينا على مدينة حما وجينا هنا نقدم امتحان. أنا يعني صراحة أنا حابة أدرس بكالوريا، لأني يعني عندي هدف.